المتتبع للوضع الحالي للمؤسسات الخيرية وخاصة الإسلامية منها في بريطانيا يدرك بلا أدنى شك الموقف المتباين لهذه المؤسسات من الغرب، فالبعض يعمل على شكل دكاكين تخدم مصالح شخصية وأجندات غير معروفة، والبعض الآخر أثبت حالة نجاح في الاندماج والمساهمة في المجتمع البريطاني بجدارة، والبعض طور العمل الخيري من فكرة جمع تبرعات إلى مشاريع تنموية رائدة. لماذا يتحامل البعض على هذه المؤسسات ويتهم أصحابها بالانتهازية؟ لماذا يتناسى البعض دور هذه المؤسسات في بريطانيا كجسور للتواصل وحفظ الهوية العربية والإسلامية؟ العمل الخيري العربي والإسلامي في بريطانيا طريق للسياسة والاستقطاب أم رغبة حقيقية في خدمة المجتمع والآخر؟ هذه إطلالة جديدة من لندن. لرصد خلفية هذه القضية وتحليل أبعادها نستضيف اليوم في استديوهاتنا في لندن الأب المؤسس لأول مؤسسة إغاثة إسلامية في بريطانيا وشامبيون العمل الخيري الإسلامي والإنساني. ضيفي يحمل مميزات قائد بامتياز، اعترافا بإنجازاته على الصعيد الإنساني كرم بجائزة الملكة OBE وجائزة ابن خلدون للامتياز، وذلك لجهوده في التقريب الحضاري بين المجتمعات والحض على حوار الأديان بين الجاليات المختلفة في المملكة المتحدة، وحاز أيضا على جائزة القائمة المئوية لمسلمي بريطانيا. إنه الدكتور المتميز هاني البنا، المؤسس لمنظمة الإغاثة الإسلامية في لندن ومؤسس ورئيس المنتدى الخيري الإسلامي والإنساني. أهلا وسهلا بك دكتور هاني. دكتور هاني، بالبداية يعني ما دور هذه المؤسسات الخيرية الإسلامية في بريطانيا؟ هل فعلا هي جسور للتواصل وحفظ الهوية الإسلامية والعربية أم لها دور آخر؟ هو الأصل أن تكون هذه المؤسسات كلها مستقلة، لأن المؤسسات الإنسانية من معياريات نجاحها الحيادية والاستقلالية. لكن أنا أعتقد أن أغلب المؤسسات الإسلامية والخيرية الإسلامية في بريطانيا عندها صفة الاستقلالية، لذلك نجح منها بعض المؤسسات ضد كل التيارات الأمنية والتيارات السياسية والتيارات الإسلاموفوبية إلى آخره إلى آخره. ولما نضرب احنا المثل أن بريطانيا تعتبر عاصمة الكنيسة الإنجيلية، وينشأ فيها ما لا يقل عن 70 إلى 80 مؤسسة خيرية إنسانية، خلاف المساجد، خلاف الجمعيات، خلاف 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 خلاف، وتتعامل هذه المؤسسات في مئات الملايين من الجنيهات الاسترليني، ده بخلاف المساجد، سنويا، وهي مسجلة في المفوضية العليا لتقييم العمل الإنساني في بريطانيا. فنرى أن المسلمين والعرب من المسلمين أيضا وحتى أخواننا المسيحيين أصبح لهم دور رائد ودور قائد في تطوير العمل الخيري الإنساني من منظومة عربية ومنظومة إسلامية. لماذا إذن هذا الاتهام؟ يعني أنه بعض الناس تقول أنه هذه المؤسسات الإسلامية الخيرية في بريطانيا هي دكاكين لتحقيق مصالح شخصية أو لجمع الأموال يعني وجمع التبرعات باسم الدين. طبعا دي تهمة، يعني تعتبر فرية مش تهمة فقط. يعني ضعيف الحجة لازم يكذب، وضعيف الحجة لما يكذب لازم يعمم، والتعميم من يعمم في الكذب وفي الفرية فهو ليس عنده حج، ده من الأصل كده. يعني أنا ممكن أقول والله 5% من المؤسسات الخيرية العربية فيها كذا، 10%، 50%، لكن ما أقدرش أقول 100%، ما أقدرش أقول أن كل المؤسسات الخيرية الإسلامية والعربية الإنسانية في بريطانيا أو في أمريكا أو في أوروبا أو في مصر أو كده كلها لها مظلات ومعارب أخرى. ده يدل على الجهل، الجهل المدقع والغباء المتنطح. يعني أو ربما يكون هناك تحامل على بعض الجمعيات الخيرية الإنسانية في بريطانيا، لأنه يعني عندما تكون الجمعية يعني ذات منطلق إسلامي يكون لها تأثير أكثر على الناس، خاصة والجالية العربية، وتعرف عدد المسلمين في بريطانيا كبير،
هل هذا التحامل يؤثر على نوع يعني هذا الهجوم التي تتلقاه بعض الجمعيات الإسلامية؟ هو العمل الخيري الموصوف بالديني من أقوى الأعمال اللي بتستخدم الأموال. أكبر مؤسسة خيرية عالمية مسيحية هي World Vision تتعامل في 2.7 مليار دولار. يعني لما احنا نكح في كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية ونجمع كل مؤسساتهم ونحطهم في صندوق واحد مش هيجمعوا المبلغ ده. وإخواننا في اللي هم الكنيسة في أمريكا هم بدأوا هذا العمل منذ 50 سنة، هم عندهم يمكن 40,000 أو 50,000 موظف غير مثلا عدد الأيتام إلى آخره إلى آخره. فلما ننظر للعمل الديني، العمل الديني أقرب شيء للإنسان، فبيدغدغ عواطف الإنسان سواء كان عنسان زي مسلم أو مسيحي أو يهودي إلى آخره، لأنه بيكلم بيجعل هذه العلاقة مباشرة ما بين الشخص المؤمن أو المرأة المؤمنة والرب مباشرة من خلال هذه الوصلة المجتمعية لمساعدة الفقير والأرملة واليتيم. ولكن أنت شخصيا قد فرقت بين العمل الخيري، نعم، وبين المنطلق الإسلامي أو الديني. مثلا أنت يعني مؤسسة الإغاثة الإسلامية، المنطلق لها كان هو منطلق ديني، ولكن العمل نفسه هو عمل خيري. نعم. يعني هناك فرق بين العملين، ولكن هناك بعض المؤسسات الدينية أو الإسلامية في بريطانيا الخيرية تعتمد فقط على المنطلق الإسلامي وعلى ترويج ممكن أيديولوجية إسلامية معينة. نعم. هو طبعا احنا في الإغاثة الإسلامية أخرجنا من العمل الإسلامي اللي هي قيمة العمل الإنساني من منطلق إسلامي. يعني إحنا بنخرجش نقول إن إحنا بنقول ناس إنسانية العمل الإسلامي، فعم نتكلم هنا لا نتكلم على الإسلام، نتكلم على الإنسانية خيرية العمل الإسلامي. ما بنتكلمش على الإسلام، بنتكلمش على الفقه، بنتكلمش على الإمام أبو حنيفة النعمان أو الإمام جعفر الصادق أو الإمام الشافعي، لا، بنتكلم عن إنسانية وخيرية صفات المسلم لابد أن تتحول إلى مشاريع مجتمعية خدمية تخدم الجميع دون أن تفرق بين أحد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل ما فيش من المؤسسات الإسلامية من أخطأ؟ في أخطاء طبعا، في أخطاء، في ناس أخطأوا كتير جدا، في أخطاء بنوايا حسنة وفي أخطاء بنوايا مغرضة. يعني قالك لا أنا عايز كده وأنا جزء من هذه الجماعة الدينية وأنا جزء من هذا الحزب الديني أو هذا الحزب السياسي أو هذه المجموعة إلى آخره. فهنا إن الإنسان يدين العمل الخيري أو يسيس العمل الخيري أو يحزب العمل الخيري أو يجمع العمل الخيري، ده في منتهى الخطورة. ولكن هناك كثير من الدول العربية يعني الغنية أو الثرية تستخدم ثقافة المؤسسات الخيرية الإسلامية في بريطانيا يعني خدمة مصالحها السياسية أو لترويج تيار طائفة معينة أو طائفة دينية معينة أو فكر ديني معين من خلال المدارس الدينية أو من خلال المؤسسات الخيرية. ما هو المعيار الذي يمكن أن يعرف أنه هذه فعلا المؤسسة الخيرية منطلقة خيري ومنطلقة إسلامي وليس منطلقة ترويج إلى فكر إسلامي معين؟ طبعا لما كلمت منذ قليل قلت استقلالية المؤسسات، ولكن إذا كانت هذه المؤسسات يعني معتمدة على التبرعات التي تأتي إليها فكيف تستطيع أن تصنع استقلاليتها؟ في جزء من المؤسسات دي فعلا بيحتاج لهذه الأموال، فبيضطر أنه يعلن عن مذهب معين أو فكر معين أو توجه معين. لكن في مؤسسات كثيرة جدا 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 لا تعلن عن هذا وهي مستقلة فعلا. وكيف تصنع المؤسسة الخيرية الإسلامية استقلاليتها؟ أن تكون خادمة للشارع الذي تعمل فيه. بمعنى لو أنا جيت اليوم وأنشأت مؤسسة ولم أجمع حولها عامة المجتمع الذي أعمل فيه، مثلا لو كنا نتكلم مثلا في لندن في تاور هاملت أو بنتكلم في برمنغهام في سمول هيث أو في سباركل أو سباركل، فهم مين اللي هيشعروا بيكي أنت؟ الناس جيران بتوعي، سواء كان هؤلاء جيران مسلمين أم مسيحيين، فهم اللي يكونوا البذرة الأولى في دعم هذه المؤسسة وتحقيق استقلاليتها. لما هؤلاء الناس يجدونك أنت من يوم الأول بتسعي أنك تروح للسفارة الفلانية أو للوزير الفلاني أو الأخرى عشان تاخدي بعض الأموال، بيحجموا عن التبرع عليك فبتفقدي
استقلاليتك اللي بالتالي بتؤدي إلى فقدان المصداقية لك في الآخر. فمن أراد أن ينشئ عمل فلا بد أن يبني عمل خيري، فلا بد أن يبني هذا العمل الخيري على القواعد الشعبية المستفيدة منه. وهذا لا يحدث بين عشية وضحاها، بل بيأخذ سنوات في المصداقية وفي مدى تحقيق معيارية العمل الخيري الإنساني، سواء كان بغطاء مسيحي أو بغطاء مسلم أو بغطاء علماني إلى آخره. لكن في الآخر المعايير دي لابد أن تطبق لكي تحافظ على الاستقلالية. يعني استقلالية المؤسسة الخيرية الإسلامية في بريطانيا أو في أي دولة عربية يجب أن تعتمد على العمل المجتمعي. نعم. والعمل التنموي. نعم. يعني هذا ينقلنا إلى أنه فعلا التفكير التقليدي والفكرة أو التعريف التقليدي أنه المؤسسة الخيرية هي تعتمد فقط على جمع التبرعات باسم الدين أو لمساعدة إغاثة المسلمين في أي دولة من العالم، هذا خطأ أو هذا غير صحيح. يعني هذا لا يضمن استمرارية المؤسسة الخيرية. المؤسسة الخيرية يجب أن تعتمد على مشاريع تنموية، على علاقات مع الجهات السياسية أو الاجتماعية، وهذا ما فعلته أنت في في مؤسسة الإغاثة الإسلامية. وكلمنا في الأول عن اللي هو الاستقلالية والمصداقية. في حاجة بعد كده نتكلم عن الشفافية، وفي حاجة نتكلم فيها عن الانفتاح على الآخر، وحاجة نتكلم فيها عن بناء الجسور. كل هذه الأشياء إحنا حققناها في العشرية الأولى من 30 سنة في مسيرة الإغاثة الإسلامية، وبنحققها الآن في داخل مؤسسات أخرى أنشئت من 4 و5 و6 سنوات. ولكن هذا المفهوم يعني هو حديث، لم يكن ليس بحديث قبل 20 سنة أو 30 سنة. ليس بحديث في الشرق الأوسط. هذا الشرق الأوسط متأثر بسياسة النظام الحاكم، وليس ب الشرق الأوسط معذرة يعني، والعالم الإسلامي متأثر بالبيروقراطية ومتأثر بالديكتاتورية. حتى داخل بعض المؤسسات السلوك الحكومي للحكومات بيؤثر على شخصية العاملين داخل المؤسسات، سواء كانت هذه مؤسسات خيرية أو اقتصادية أو تجارية أو سياسية. العنطرة بتاعتنا في الشرق الأوسط دي ما تنفعش في القرن 21. ولكن يعني المنطلق لكثير من المؤسسات الخيرية الإسلامية في الشرق الأوسط هو منطلق ديني، يعني زكاة والوقف. يعني ما في مثلا فرض الزكاة يقول لك عمل مجتمعي. يعني العمل المجتمعي أو العمل التنموي الذي قد اتسمت به بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية في الغرب، هل هو طابع غربي أم هو فعلا طابع إسلامي ديني شرقي، أم هو مزج بين ثقافتين، المنطلق الخيري والمنطلق الإسلامي؟ هو قاعدة العمل الزكاة سواء كان في الغرب أو الشرق. تطبيق العمل اللي هي سلوك الشخص اللي بيطلب تطبيق الزكاة دي. أنا متأثر بمجتمع منغلق، مجتمع ديكتاتوري نضحت عليا وطفحت على جسمي هذه الثقافة الدكتاتورية. ولكن يعني رغم النظم السياسية الموجودة في الشرق الأوسط، كان هناك كثير من جمع التبرعات باسم الدين والمؤسسات الخيرية التي تجمع الأموال خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية. يعني هل فعلا يعني يمكن أن نلوم فقط الحكومات؟ أنا اتكلمت في الأول في الدكتاتورية، ثم اتكلمت في البيروقراطية. البيروقراطية هي الرتابة اللي أنت بتتكلم عنها. أغلب إن لم يكن معظم العمل الخيري العربي سواء كان في الشرق أو في الغرب هو عمل تقليدي انفعالي، لم يصل الكثير منه إلى العمل الحرفي بعد إلا ما ندر. ولم تصل الكثير من ما نسميها مؤسسات إلى عقلية المؤسسة أو فكر المؤسسة المجتمعية. بمعنى إيه؟ بمعنى لو تكلمنا في العالم العربي والعالم الإسلامي عن حوكمة هذه المؤسسات، سنجدها تدور بين دولة من العاملين فيها أو المنتسبين إليها. أما المؤسسة الحقيقية فيتمليك هذه الجمعيات وهذه المؤسسات للشعب لكي يختار موظفيها ولكي يختار قيادتها. نحن ما زلنا متأثرين سلبا بشخصية المتبرع العربي والمتبرع الإسلامي. أنا أديك مثل بسيط جدا ودائما بضربه في كل حتة لما بروح. لما حدث الفيضان بتاع باكستان من 3 سنوات تقريبا، واحد كلمني بالتليفون متبرعين وقال لي هنديكوا تبرع للإغاثة. قلت له ما فيش مشكلة، كام؟ $500,000 دولار بالتليفون، واخد بال حضرتك. بعدها بأسبوعين لما زرت أنا باكستان
نفس الشخص قال لي ايه المشكلة والحدا، قلت له والله انا كنت متوقع ان الامر احسن من كده بكثير لكنه أسوأ. قال لي خلاص هبعت لك تبرع تاني. فبعت مليون، يبقى هو اداني بالتليفون كام؟ 1.5 مليون. هذا الشخص اللي بيحبني وبحبه، واخد بال حضرتك، ويثق فيا واثق فيه، طلبنا منه 60 أو 70 ألف دولار علشان نعمل عمل لتأهيل الجمعيات في البلد التي يعيش فيها. لم نأخذ منه هذا المبلغ بعد. فاحنا ننظر هنا مثلا إلى عقلية المتبرع العربي التقليدية الذي يعطي للكارثة ويعطي للزلزال ويعطي للقتل ويعطي للاغتصاب ويعطي للحريق ويعطي للدمار. طب فين البناء؟ فلذلك لما بتكلم عن تأهيل الموارد البشرية أو الطاقات البشرية، من صعب جدا أنك تجمعي لها أموال من عامة أو من خاصة ناس. أنا كان لسه في بعض الشباب هنا، ما سبب هذه يعني العقلية الفكرية المتبرع العربي لم تنمو لكي ترى أن في بند من بنود الزكاة العامين عليهم، والعامين قد يكون موظفين أو قد يكون تدريب العمال أو تأهيل المؤسسات. وبالك استأجره يا أبي إن خير المستأجرات القوي الأمين. لما كلمة قوي في الآية دي معناها الذي عنده حرفية، الذي عنده قدرة، الذي عنده إمكانية. لكن إحنا بنجيب الرجل الطيب الغلبان اللي كويس ذاك، هو اللي لما يمسك المشروع ها بيخر منه. ليه؟ هل لأنه يعني نعود إلى ثقافة المتبرع أو عقلية التبرع للمؤسسات الخيرية أنه هو يريد شيء ملموس، يعني مثلا وقف يبني جامع يساعد، مفيش مشكلة. ولكن أنه تأهيل الموارد البشرية أو تأهيل الشباب أو حتى هذا شيء لا يؤمن به مثلا المتبرع فيه في الشرق الأوسط، رغم أنه لو عدت أنت للدين الإسلامي مثلا إلى الفقه الإسلامي أو حتى في القرآن الكريم، يعني يتيما ذا مقبرة أو مسكينا ذا متربة، هذا يعني أنه أنت يمكن أيضا أن تساعد يعني تكون الزكاة من خلال مساعدة الآخرين، يعني شخص. لكن هذه الثقافة موجودة في الغرب ولكن هي غير موجودة في الشرق الأوسط. يعني هلا هون في كثير من الناس التي تتبنى يتيم أو ممكن تصرف على شخص معين لحتى ينال تعليمه. هل التغيير الذي نحن نريده في الشرق الأوسط هو ثقافة العمل الخيري؟ إعادة تعريف ما هو العمل الخيري؟ هو وللأسف ثقافة التطوع وثقافة العمل الخيري ما زالت ضعيفة جدا جدا، إن تكن في بعض الدول مش موجودة. واخد بال حضرتك ليه؟ لأن احنا بنقول للناس اخرجوا تطوعوا بوقتكم، تطوعوا بجهدكم، تطوعوا بمالكم، تطوعوا بفكرتكم إلى آخره إلى آخره. هذه الثقافة قد تكون حتى لو كانت موجودة عند بعض الناس ما هواش موجودة بطريقة منظمة، يعني بطريقة مستمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لحضرتك إيه؟ بيقول أحب الأعوام إلى الله أدومها وإن قل، قليل دائم خير من كثير منقطع. المسلمين لا، عشوائيين، انفعاليين، ارتجاليين، تقليديين. أنا بكلمك كنت بحضر بمثل تاني، إن كان في ناس من نسمي نفسهم يعني هنا من اللي هم زي ما تقول النخبة الاقتصادية في بريطانيا وكذا وكذا، عجبتهم فكرة المنتدى الإنساني وإن احنا بنعمل أشياء علشان نحافظ على قدرات الشعوب وندربه إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فأحد الشباب اللي منهم دول قالوا لا أنا هدفع المبلغ ده للنادي بتاعنا، بس على الأقل النادي ده يدفع نفس المبلغ ده. اتقابلوا معانا وشرحنا لهم القصة وإزاي احنا عملنا مؤتمرات لليمن وعملنا مؤتمرات لسوريا وعملنا مؤتمرات للصومال ولليبيا ولتو إلى آخره إلى آخره، علشان نبني هذه قدرات هذه المؤسسة المجتمع المدني. لما راحت للمجموعة الكبيرة اللي هم النخبة الاقتصادية اللي بتعاملوا في مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية رفضوا المشروع. أنا سميتهم على طول اللي هم تراديشنال إليت، النخبة التقليدية. ما أنا مصبت في إيه؟ أنا مصبت مش في الرجل الغلبان اللي في الشارع، أنا مصبت اللي قاعد يمخمخ ده وبيمخمخ بطريقة تقليدية. أنت مفروض تخرج برا الصندوق بقى، خلاص أنت قاعد عندك ما عندكش مشكلة في التفكير، ما عندكش مشكلة في التخطيط، ما عندكش مشكلة في المال، فبترجع تفكر بطريقة تقليدية. ليه؟ أنا أقعد معك؟ أنا ساعتها لما قالوا لي الخبر إنهم رفضوا، أنا قلت أنا ضيعت وقت إني قعدت معاهم. لماذا؟ لأن أنا عايز الناس دي تفهم إن دورها إنها تحرك الصورة الكبيرة، مش تشتغل بطريقة تقليدية على مثلا على لندن أو على مانشستر أو على برمنغهام. لا،
انا بتكلم وانا اقول ان انا بحاول ان انا احدث ايه يا دكتوره، انا اريد او نحن نريد ان نحدث تغيير ايجابي في المناخ المجتمعي الانساني. يعني هل هذا يعني انه ممكن لمؤسسه اسلاميه خيريه ان تجمع الاموال والتبرعات الى ناس غير مسلمين مثلا؟ ايوه طبعا المشكله فيها. المشكله ما فيش ابدا مشكله فيها، بالعكس. هل يقبل المتبرع مثلا المسلم انه يعني بعض الناس بيقبلوا تقبل. بعض الناس بيقبلوا، حتى احنا خدنا فتوى من الدكتور يوسف القرضاوي انه ممكن نكفل اي الايتام من غير المسلمين. لان هو يعني بنعملهم بالمثل، المسيحيين ياتون ويكفلون ايتام المسلمين، ولماذا لا نكفل نحن اليتيم الغير مسلم؟ وبعدين خلي بال حضرتك ده هو حتى في بند المؤلفه قلوبهم استفتنا الشيخ نفسه وقال لنا المؤلفة قلوبهم ليس معناه ان هو هيخش الدين الاسلامي، لا، هي معناه ان يكون صديق لك حتى ولو لم يسلم، فانت بتؤلف قلبه لصداقتك. ولكن الاولوية مثلا بالاغاثة الانسانية مثلا بالنسبة للجمعيات الخيرية الاسلامية هي المسلمين، وام لا الاولوية الحاجة عشان احنا بقى نخلي الناس تفكر صح. انا لما هنزل في منطقة ولا اكتر الناس حاجة لهذا المال هم غير المسلمين، هودي حصف المال فين؟ مثلا في 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 جمهورية الكونغو الديمقراطية، حاولنا نعمل مشروع معاهم من 4 سنين تقريبا، من 5 سنين، وجمعنا المال للمشروع. المتبرع أصر أن يكونوا مسلمين، قعدنا ندور في الكونغو على ما تم أماكن تواجد المسلمين لأنها ضعيفة جدا جدا جدا، التغطية تكون معدومة، لأنه ما فيش، هنجيب بس واحد مسلم كده نحطه قدام الصورة عشان ما وزعنا له مش هنضحك على بعض. فاضطر المتبرع ان يسمع الكلام، ولا ان دي ناس في حاجتهم شديده، ولا بد يعني مثلا الكونغو في اعلى معدل لاغتصاب البنات قبل النساء هناك، ومن اغتصبت مره تصبح لقمه سائغه هناك. في دورنا احنا بقى اسمها يا دكتوره، احنا بقى نقول ايه؟ انا دوري كمسلم فين؟ ان انا ادافع عن هذه البنت الغلبانه الضعيفه المسكينه اللي اصبحت سلعة رخيصة لأنهم عرفت أن واحد اعتدى عليها، فكل المجتمع اعتدى عليها. ولكن هناك أيضا نساء يعتدى عليهم في مصر وفي السودان وفي الدول الإسلامية. يعني هل يعني هناك فكر، هناك فكر متطور للعمل الإسلامي الإنساني؟ يعني هلا قبل 10 سنوات أو 20 سنة مثلا ممكن المتبرع إذا كان مسلم يقول أنه لا أنا ما بدي أتبرع لغير المسلمين، في أحوج منهم هم المسلمون. هل هناك تطور فكري في تعريف العمل الخيري الإسلامي وخاصة في الغرب؟ يعني لو كانت المؤسسة الخيرية موجودة في الشرق الأوسط في أي دولة مثل السعودية أو قطر أو أي دولة عربية إسلامية تختلف الثقافة، يختلف. فهل الثقافة الغربية وده موجود فعلاً أن الإغاثة الإسلامية مع زلزال هايتي صرفت ملايين هناك؟ بالعكس، وبنك التنمية الإسلامي جزاهم الله خير أعطوا منح لإعادة بناء مدارس للإغاثة الإسلامية، مش عارف 4 مليون أو 3 مليون أو 5 مليون حاجة زي كده، في داخل هايتي اللي هي كلها بلس عدد المسلمين فيها ما يساويش 7-8 آلاف. ففيها إما بيعبدوا الشيطان وإما من إخواننا المسيحيين. ومع ذلك في مكتب هناك موجود وكثير جدا كثير جدا، أو 22 بعد 20 سنة من العمل الخيري في بريطانيا في يمكن 7 أو 8 أو 9 مؤسسات إسلامية بريطانية ذهبت لتعمل وتساعد المنكوبين في هايتي الدولة الغير المسلمة. ففي تطور في الفكر، في انفتاح على الآخر. نعود بعد هذا الفاصل لنتابع حديثنا عن العمل الخيري الإسلامي في بريطانيا.
العودة إلى حوارنا في الاستوديو والعمل الخيري والإسلامي في بريطانيا. ودكتور هاني، نعود يعني إلى نقاشنا، أنه يا ترى هل ظهور يعني ما ساعد على ظهور ثقافة العمل الخيري على ظهور المؤسسات الخيرية الإسلامية في بريطانيا هو وجود العدد كبير من المسلمين في بريطانيا، وجود الكثير من المساجد والمراكز الدينية؟ يعني ظهرت المؤسسات الخيرية في بداياتها كتوابع للمساجد لجمع تبرعات مثلا في الأعياد الدينية وذلك، وبعد ذلك تطورت في بريطانيا وتقبلها أيضا البريطانيون، يعني حتى البريطانيون يقدمون تبرعات للجمعيات الخيرية. فهل يعني هذا كان له دور كبير في هو طبعا أهم دور في ظهور العمل الخيري الإسلامي في بريطانيا بالصورة اللي احنا نتكلم عنها؟ ان اول حاجة عامل الحرية، دي نمرة واحد، ان ممكن اي اقلية تستطيع انها تبني مؤسسة. نمرة اثنين اللي هو نمو الجيل الثاني والثالث. لما جينا احنا عملنا الاغاثة الإسلامية من حوالي 28-29 سنة، انا ما كنتش لا من الجيل الاول ولا من الثاني ولا من الثالث، كنا طلبة في الجامعة. لكن اللي ساعدنا في البلد اللي هو كان حتى الجيل الثاني لسه ما نماش. حاليا احنا بنتكلم بعد تقريبا مسيره 28-29 سنه من الغزه الاسلاميه، فاصبح الجيل الثاني دلوقتي اللي هو ولد في بريطانيا هو اللي بيؤسس للعمل ده. لا، اصبح انت اللي عملتي ايه؟ ان انت حطيتي بذره من 28 سنه فاثمرت شجرتها، فاصبح سهل جدا على الشباب انهم يعملوا مؤسسات. فخلاف المؤسسات الانسانيه الخيرية الإغاثية والتنموية، في هناك مئات المؤسسات الإسلامية الأخرى لها منظومة مجتمعية في الأطفال، في الرياضة، في المسلمين الجدد، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ما الذي جعل شخص مثلك يعني وأنت من خلفية أنت طبيب يعني أن تقوم بهذه المبادرة بالعمل الخيري الإسلامي؟ هو الأصل هو الحاجة. يعني إحنا أول مشكلة واجهتنا في العمل الخيري هي مشكلة حماة. لما حصل فيه صدام ما بين السلطة وما بين الأهل حماة في عام 1982 تقريبا، دي تحركنا معها. وقبل كده تقريبا مذبحة صبرة وشتيلة. فالقاسم الأساسي الذي جعل شخص زي حالاتي أن أنا أتجه للعمل الإنساني هي مذبحة صبرة وشتيلة في لبنان. يعني الوضع وضع سياسي معين، وضع الإنساني. احنا لا نتحرك، الاوضاع السياسيه اوضاع متقلبه، الاوضاع الانسانيه اوضاع ثابته ومتاججه، فرق بين المتغير والمتاجج. فمذبحه صبره وشتيله هي اللي خلتني انا شخصيا اترك مسار الطب بتاعي في ان انا اعمل الزماله، واتوجه ان انا اعمل دكتوراه في تخصص تاني. وسقطت في الزماله الحمد لله، لكن نجحت ايه في الدكتوراه. فمذبحه صبره وشتيله وفاجعة صبرة وشتيلة بعد ما حدث في حماة اللي ما حدش شافها خالص، هو ده كانت النقطة أو القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لنا، وخلتني أنا أنظر إلى أن الطب شيء جيد جدا، لكن في مليون طبيب، لكن في الوقت ده ما كانش في عمل خيري إنساني منظم في بريطانيا. ولكن نجح هذا العمل الخيري في بريطانيا يعني رغم السياسة الغربية والبريطانية وبعض يعني الإسلاموفوبيا. يعني دائما عندما تقول أنه في عمل إسلامي، يعني هل يثير كان ذلك خوف ومخاوف السياسة إلى الآن البريطانية؟ إلى الآن. وما الذي يضمن استمرار أي عمل خيري باسم الدين أو إسلامي في بريطانيا؟ هل هو التنسيق مع الجهات الحكومية البريطانية بما يخص استراتيجية هذه المنظمات؟ هل هو خدمة مثلا أجندات بريطانية يمكن أن يضمن استمرارية هذه المؤسسات؟ هو طبعا إلى الآن المؤسسات الإسلامية سواء كان في بريطانيا أو في الدول العربية الإسلامية، الدول العربية الإسلامية تخاف من العمل الخير الإسلامي أكثر من الإنجليز بيخافوا منه. نعم، أخذ بالك عشان بس نكون إحنا منصفين. ليس الغرب فقط هو اللي متوجس من أي مؤسسة إسلامية، لكن الشرق المسلم قد يكون أكثر توجسا من الغرب الغير مسلم. دي نمرة واحد. أساس استمرارية العمل ده، يمكن أديك قصة نجاح الإغاثة الإسلامية كتجربة. يعني إن إحنا من 1991 أعلننا سياسة الانفتاح على الآخر، يعني 10 سنوات قبل أحداث 11 سبتمبر. وهذا الذي ضمن استمرارية مؤسسة الإغاثة الإسلامية بعد سبتمبر 11.
فلذلك لما جت 11 سبتمبر كنا احنا معروفين. معروفين لمين؟ للامن الدولي. لا 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 انا بتكلم بقى ايه بصراحه. للامن، معروفين للمخابرات، معروفين للسياسيين، معروفين للمتبرعين، معروفين لنواب البرلمان، معروفين لكذا لكذا لكذا. فلما جت ضربه 2001 لم تؤثر على الاغاثه سلبا، بل اثرت ايجابا، حتى ان في بعض العرب والمسلمين اتهموا الاغاثه انها نايمه في حضن بعض الدول علشان كده هي ما اتقفلتش. يعني هو النجح، لا احنا لازم كلنا احنا نبقى خايبين ونتقفل، يعني كلنا نغرق، ولو حد نجي فينا يقول اصل اللي نجي ده عشان كان في وراه كذا ولا كذا ولا كذا. دي بقى العقليه التقليديه المتخلفه. احنا نجحنا ليه؟ لان بقولك في 1991 كنا بنشتغل في البوسنه ولم نخلط اي ورقه، سواء كان مع الورق الامني، مع الورق العسكري، مع الاوراق الاخرى التي ليست لها اجندات انسانيه. فجاءنا الدعم من الامم المتحده وتعاملنا مع الكروات ومع المسلمين في اماكن مختلفه بنفس الحياديه، وتعاملنا حتى مع الصرب في سنه 1999 و2000 و2001 حينما رجع النازحين مره اخرى لشرق البوسنه. بنينا بيوت للصرب، ثم بنينا بيوت ايه؟ بنينا بيوت للمسلمين، ثم بنينا بيوت للصرب. وفي فيضان شيان في عام 2002 في الصين اول مشروع للاغاثه الاسلاميه كان لبناء مساكن للبوذيين في منطقه 99% منها مش مسلمين، غير مسلمين. يعني فهذه بتتكلمي انت بقى يا دكتوره، دي الانفتاحيه الايجابيه. انا مش بفتح بيتي علشان الناس تيجي تطبل لي، لا انا بفتح بيتي علشان انا ببني جسر، عشان انا عندي قيمه، عشان انا عندي رساله، عشان انا عندي مهمه. يعني الهاجس الخوف عند الحكومه البريطانيه والمخابرات البريطانيه انه هذه المؤسسات الخيريه الاسلاميه ممكن انه تدعم حركات اسلاميه معينه الآن، او توجهات سياسيه معينه. طب من يراقب التبرعات التي تاتي الى الجمعيات الاسلاميه؟ كل الناس بتراقب. من؟ كل الناس، منظمه معينه. هقول لك، المفوضيه بتراقبها، البنك بيراقبها، المتبرع بيراقبها. انت بتنشر هذه الحسابات المدققه قانونيا من مراجع الحسابات القانوني على الانترنت. من حق اي شخص غير متبرع ان يقدم فيك شكوى مباشره للحكومه او للمفوضيه. طب من يضمن انه التبرعات التي تجمع باسم مشاريع معينه باسم العمل الخيري الاسلامي انها تذهب الى هذه المشاريع ولا تذهب من حقك تسالي؟ صح؟ من انا بتحداك دلوقتي، تعالي اساليني وانا اجاوب لك، تعالي اساليني وانا اوديكي. طب من، يعني كيف، شو الضمان انه هذه الاموال انا عندي انا عندي من القوه ان انا اقول لك اذهبي للمكتب الفلاني في المكان الفلاني واسالي ما شئتي، ستجدي ما يسرك. مش عايزه تروحي، انت حره، يبقى انت عندك اجنده، انا ما عنديش اجنده. لكن انا بقول لحضرتك ان انا منفتح ايجابيا على الاخر. ليه؟ لان انا ما عنديش حاجه اخبيها. يعني مثلا حسين، يعني سوف نتحدث احنا، يعني مثال عام، في بعض الجمعيات الاسلاميه الخيريه ممكن ان تجمع تبرعات صح لتقول لك لغزه او لاطفال فلسطين، وتذهب صح الى الحركات السياسيه صح المناهضه صح مثلا لاي صح حركه. بس ده مش معنى كلهم بيعملوا كده. ما الذي يضمن انه الاموال التي الذي يضمن؟ طب ارجع لك بقى، الدوله المقننه لعملك الشرعي للدولة الأم، يعني بريطانيا تشرف على دي نمرة واحد. دي نمرة واحد. الدولة بكافة مؤسساتها، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المانح نفسه، أنت كمانحة من حقك مهما كان المبلغ اللي تبرعتي بيه، ده حق عليكي أن تستخدميه، أن تسألي وتفندي وتذهبي. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، الدولة المستفيدة اللي بتستقبل أموالك من حقها أنها تغلقك. نمرة أربعة، المؤسسات الصغيرة اللي هناك اللي بتشتغل معاك من حقها أنها تفضحك. نمرة خمسة، المستفيد نفسه. ففي كل هذه المنظومات هي لها حقوق، فمن لم يستعمل حقه فدي مشكلته. لكن أنا عامة بقول لك، أنا هو خدت الألف جنيه وصلت منهم 900 جنيه،
او 750 او 800 انا اكون كذاب بقى. اسمعيني بقى يا اخت هالة عشان الكلمه دي تيجي تحت الحزام. انا اكون كذاب لو قلت لك ان انا بوصل الجنيه جنيه. مفيش في الدنيا قانون ابدا يقول ان حد بيوصل التبرع 100%. يعني لا. هذا يثبت انه شرعيه بعض الذين انتقدوا العمل الخيري الاسلامي انه هني بيجمعوا تبرعات ولكن يتم صرفها مثلا على الموظفين، على الاعمال الاداريه، على رواتب اصحاب المؤسسات. ممكن اقول لك بقى ايه يعني انا دلوقتي عملت جمعيه في بيروت اشتغلت في شارع الحمراء، مصاريفها الاداريه 2%. ده شارع الحمراء بس. عملت جمعية على مستوى بيروت كلها، مصاريف الإدارية هتزداد 3-4% 5%. عملت جمعية على مستوى لبنان كله هتزداد 7-8-9-10%. لو أنا عملت جمعية تشتغل في لبنان وفي فلسطين وفي باكستان وفي الأردن وفي بنجلاديش أكيد هتتعدى مصاريفها 15%. واللي يقول لي غير كده يبقى بيضحك عليك. ليه؟ لان الانترناشنال يعني لا لو سمحت العمل الدولي مصاريفه تختلف عن مصاريف العمل الوطني او العمل الاقليمي او العمل القروي او العمل في مدينه معينه. كل واحده فيهم شيخ فيصل مولوي رحمه الله عليه اللي هو كان مفروض يعني استفتناه لما كان في اوروبا هنا، كان لسه عامله تأبين في لبنان من كم اسبوع، يعني كان رئيس الوزراء موجود اللي هو اللي قبل كده كان اسمه ايه سنيورا، دولة رئيس الوزراء كان موجود. لما استفتناه في الموضوع ده قال في بعض الاحيان ان المصاريف الاداريه لخطوره الموقف وصعوبه الوصول قد لا يكون لها حد معين. لان مثلا لما هبعت انا هالة دلوقتي في منطقه كلها حرب وموت وقتل، ابعتها في سوريا مثلا كيف تصل؟ كيف تصل؟ هالة عايزه ايه؟ عايزه تامين صحي، عايزه تامين على الحياه لان ممكن تموت. فده القانون الدولي اصبح يفرض عليك بعض بعض الشروط الاساسيه علشان سلامه هالة زي سلامه اللي هم المواطنين الى اخره. فاصبح المصروف الاداري في داخل بيروت وشوارعها يختلف تماما عن المصروف الاداري داخل كابول او داخل او مثلا سوف نعود انه ناخذ هذا لكن من غير مصاريف اداريه لا. اقول لك انا بقى متوسط من 15-20% لو انت بتشتغل في المستوى الايه، لو انت بتشتغلي على المستوى الدولي. على المستوى الوطني 8-9% كويس جدا، لكن مجرد خرجتي من دولتك لدوله اخرى وثالثه ورابعه. الناس اللي عندهم 30 دوله في العالم بيشتغلوا فيها لازم. انا مثلا اديك مثل معين، في الاغاثه الاسلاميه في 4 أو 5 اجهزه لمراقبه المال، في الحسابات، في المالية، في التدقيق الداخلي، المراجعة الداخلية، في الجودة، في التدقيق الخارجي. دول عشان يضمنوا إن المبلغ اللي وصل اتصرف على اليتيم، واتصرف على الأرملة، واتصرف على مشروع المية، واتصرف على بناء المدرسة، واتصرف على بناء المجتمع نفسه. لكن أنا ممكن ألغي ثلاث إدارات من دول، فمش هضمن كيف أرقب المال ده إنه يخرج. لذلك ماذا حدث؟ لذلك تجد إن الدول والمؤسسات الدولية المانحة الكبرى تعطي هذه المؤسسات ملايين وعشرات الملايين، لأنهم عارفين المرجعية الحسابية وعارفين المعيارية الشفافية وعارفين المصداقية في تنفيذ وإيصال هذه الأموال إلى صاحبها. وهذا الجزء اللي ربنا كلم عنه في القرآن أنه تمن العمل أو أحد الثمن بنود اللي هي بنتكلم عنها في صرف الزكاة في القرآن هو العمين عليها. نجد أن الـ 12.5% دي قد تصل لـ 15-20. يقول لك 0% قولي له ولا مؤاخذة 0% ده أنت يعني أنا مش هقول عليك كذاب بس أنت لا تقول الحقيقة. طب لماذا هناك الكثير أنه من يهاجم أصحاب يعني رؤساء المؤسسات الخيرية الإسلامية أنه هن يعني يركبون أحدث السيارات، رواتبهم عالية، مع أنه هن يعني يعملون في العمل الخيري؟ طيب. يعني لا يوجد شخص مثلا يعمل في العمل الخيري وهو مثلا يعيش ضمن مستوى معين. هقول لحضرتك حاجة، أنا عايز أروح أشتغل في باكستان دلوقتي كلها جبال، خلاص. انا عايز اروح اشتغل في السودان وعور وديان وحاجه مش عارف ايه. انا هشتغل في افغانستان جبال الجبال. هجيب بقى عربيه فيت
عشان اقول لها كل انزل ايه يعني مرة مؤاخذة بقول ايه ادي زوبة زقة كل شوية؟ لا هجيب عربية للدفع. ليه؟ لان انا عايز اوصل للقرية اللي على الجبل دي. صح ولا غلط؟ فده انا بضطر ان انا اجيب عربيات قوية. وفي بعض الاحيان باخدها من الميزانية المتبرع اللي عندي عشان اوصل الامر ده للناس اللي هم على الجبل دول كلهم او اللي في الوديان اللي ما حدش بيوصل لهم. دي نمرة واحد. انا لما هودي هالة تشتغل دلوقتي في الشيشان. خلاص؟ الشيشان منظومة كل المتضادات موجودة فيها. الإغاثة بتشتغل فيها وغيرنا بيشتغل فيها. علشان أفتح مكتب في الشيشان وعلشان أتعامل مع الدوائر الأمنية والاستخباراتية الروسية والمحلية الداخلية وعشان أعمل كل هذه الأشياء وبعد الشيشان عن موسكو وبعد الشيشان عن المدن اللي حواليها الكبيرة في تكلفة عالية جدا في نقل المواد دي إن لم تكن موجودة في داخل المنطقة دي كلها. أنا ما هشتغل في دارفور يا أخت هالة. دارفور بينها وبين الخرطوم اللي هي مثلا نيالة أو اسمها أو الفاشر أو الجنينة. بالطيارة كام؟ ساعتين ونص. هودي لها المواد الإغاثية إزاي وهي مش موجودة؟ كيف تصل؟ لا أنا بس بسألك سؤال دلوقتي. الخروف اللي في الخرطوم أو مثلا كيلو الدقيق اللي في الخرطوم بعشرة عبال ما يوصل هو مش موجود في دارفور حيوصل لخمستاشر. كيف تصل الإغاثة الإسلامية تصل بتكلفة أو أي إغاثة بتكلفة أخرى إنسانية إلى دول عليها نوع من السلطة السياسية يعني على حدودها؟ كيف تصل يعني مثلا في كثير من المؤسسات الإسلامية الخيرية تجمع التبرعات لدولة معينة عربية؟ نعم. بدون تحديد. نعم. ولكن هذه الدولة العربية عليها سلطة سياسية تمنع دخول صح. أي قادم أو أي نوع من أي الإغاثة الإنسانية. فعلى أي أساس تجمع هذه التبرعات؟ شوفي. وأين تذهب هذه التبرعات؟ طيب بالنسبة أديك مثلا زي سوريا. أنت بتحب تغطي الموضوع وأنا بحب أعري الموضوع. سوريا إن لم أنا هتفق مع الهلال الأحمر السوري أنت عايز تشتغل بشفافية أو هاخد تصريح في بعض المؤسسات الإسلامية لها تصريح بتشتغل فيه في إيه داخل دمشق بتصريح من الدولة. صحيح في اللي هو الـ 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 الأزمة اللي حصلة دلوقتي بتخلي الحكومة تخاف من أي مؤسسة إسلامية أو غير إسلامية. وده وضع موجود حتى على مؤسسة الأمم المتحدة وعلى الصليب الأحمر الدولي. فده وضع حاجة. أنا ذكرت يمكن في قبل الجلسة العراق في 96. إحنا دخلنا في الإغاثة الإسلامية في العراق في 96. ليه؟ لأن إحنا دخلنا خبطنا على باب السفارة. السفير ادانا التأشيرة. نزلنا اتفقنا مع الناس ان احنا عندنا مصداقيه هنوزع المواد الاغاثيه على الناس من البصره لغايه ما وصلنا الاربيل ودهوك والسليمانيه الى اخره الى اخره للشيعه وللسنه والمسيحيين واللي هم الصابئه الى اخره للسجون حتى. فلما تخش انت ما عندكيش اجنده سياسيه وانت عندك مصداقيه وعندك تاريخ وعندي بتطبق المعايير هيحتار فيك الامن وهيديك التصريح. طب وماذا عن المؤسسات الاسلاميه الاخرى الخيريه التي ليس لديها تتعامل مع المؤسسات القادره على الايصال؟ هنا بقى المشكله دي او عندها هي اصلا اجندات سياسيه؟ لا ما هو اللي عنده اجندات سياسيه انا مش عايزه. ولكن تنجح هو حر. ولكنها تنجح في جمع تبرعات. تنجح في شو؟ اسهل حاجه يا اخت هالة جمع المال. اصعب حاجه كيف تنفقين المال. مش بس ثم كيف تتحققي من قيمة فائدة صرف هذا المال على المستفيد. هو ده. تخشي مسجد او كنيسة تعيطي زي ما انت عايزة هيدوك اللي انت عايزة. تخرجي بفلوس قد كده هتوديها فين؟ تعملي بيها ايه؟ تعملت ايه ازاي؟ ما تعرفيش. لان دغدغة عواطف المانحين سهلة. اما كتابة التقارير صعبة. الوصول الى المستفيد صعبة. التقييم صعبة. فلذلك احنا بنقول للناس مش من الصعب نجمع المال لكن من الصعب نجد وسيلة عالية الكفاءة لصرف هذا المال. فلذلك لابد ان نبني مؤسساتنا الاسلامية والعربية سواء كانت خيرية او مؤسسات مجتمع مدني الى اخره بناء قويا من الداخل. انا لا اقول ان كل المؤسسات العربية والاسلامية 100%. لا. في ناس عندهم اجندات قلة. في ناس بيجتهدوا وما بيخطئوا. في ناس مش عارفين الطريق. فلابد دورنا احنا عليهم ايه ان نقعد معاهم نتعلمهم بعض.
هذا الذي جعلك أنه تترك الإغاثة الإسلامية وتبدأ المنتدى الإسلامي الإنساني، يعني لجمع سياسات داخلية لأكثر من منظمة ومؤسسة خيرية. وطبعا أنا بقعدت بعدات مع 24 سنة في الإغاثة، 24 سنة ونص. قلت بقى كفاية بقى، خليها 25، قلت 25 من 24 مش فارقة. فحسينا في مسيرة الإغاثة الإسلامية، المسيرة الكبيرة دي اللي تعتبر شرف للمواطنين هنا هو في بريطانيا بالذات أو في العالم كله خاصة المسلمين منهم، وأنا بقولك إن إحنا خلاص ده دور اتعمل. إيه الدور اللي ما اتعملش؟ إن نبني هذه الشبكات. المنتدى الإنساني يجمع مؤسسات مسلمة ومؤسسات غير مسلمة. المنتدى الخيري الإسلامي يجمع مؤسسات إسلامية بريطانية فقط. وبعد وكل هذه الشبكات لما حتى نزلنا على مستوى الدياسبرا اللي هو الجاليات، فاحنا أسسنا مؤسستين دلوقتي. مؤسسة اسمها المنتدى الإغاثي والتنموي الصومالي. ثم المنتدى الإغاثي التنموي اليمني. ده مين اللي عاملين الاثنين دول؟ المؤسسات الصغيرة أو الجالية اليمنية المسلمة البريطانية اللي موجودة هنا. فدول أسسوا علشان بيتعاملوا مع قضية وطنية من داخل محور دولي في بريطانيا عشان يساعدوا الناس دول، لأن الشباب دول احنا عايزين نوظفهم. سواء كان بالنسبة للصوماليين أو حتى الجمعيات السورية اللي موجودة في بريطانيا، ثلاثة أو أربعة اجتمعنا بيهم من أسبوعين وقلنا نعمل فورمولا مع بعض، تقعدوا تشتغلوا مع بعض، تجمعوا تبرعات مع بعض، تنسقوا مع بعض، نشوف إزاي نعلمكم مهنية الجمع التبرعات، ومهنية صرف التبرعات، مهنية كتابة المشاريع، مهنية التدقيق المحاسبي، كل الحاجات دي كلها. يعني هل العمل ضمن المؤسسات الخيرية الإسلامية يمكن أن يساعد الشباب العربي طبعاً على ثقافة العمل الطوعي طبعاً، على الريادة؟ يعني أنت يعني عندك تاريخ في الريادة ضمن العمل الإنساني والإسلامي والخيري في بريطانيا، فهل تعتقد أنه بعد الربيع العربي وضمن يعني إطار الحريات السياسية والحريات الفكرية والحريات الدينية، هل الشباب العربي ممكن أن يكون له بوادر في العمل الإنساني والخيري الإسلامي في الشرق الأوسط؟ هو طبعا أنا أؤمن أن الشاب العربي هو اللي هيعمل كده، مش هو اللي مش إحنا هنبادر له، هو اللي هيعمل كده. أنا مثلا ضربت المثل، رحت ليبيا 7 مرات السنة اللي فاتت، ورحت مصر 15 مرة، ورحت تونس 3 مرات. الحل من تحت مش من فوق. أنا عندي أزمة دلوقتي في مجموعة النخبة، مجموعة المثقفين اللي في جزء منهم أرزائي، أرزائي يعني بيسترزق بالكلام الحلو ده، في جزء منهم مخلص، لكن اللي بيطلع على الملأ هو الأرزائي والأسف يعني، وبيتكلموا كلام فيه من الجهل مش يؤلمني، ده بيبحني بس أنا ما بموتش، يجيبوا السكين يعني جهل مدقع. نعم. في تعريف الدين والعمل الديني والعمل المدني والعمل، فكمية من المغالطة. فاحنا بنراهن حاليا في كل هذه الجهولات او الجهالات على الشباب، على ان احنا على الشباب ده. نعم. فلذلك انا بقول لك احنا دلوقتي بنقول الشباب هم الحل. طبعا لا يسعني بنهاية الحلقة سوى أن أشكر حضرتك على إسهامك الرائع في هذه الحلقة، ويعني من رؤية رجل واحد إلى مؤسسة عالمية، حلقة اليوم عكست تجربة نجاح لمؤسسة خيرية إسلامية في بريطانيا كجسر تواصل وحفظ الهوية وخدمة الآخر على اختلافه. المهم فعالية هذه المؤسسات بغض النظر عن التعاريف التأطيرية التي تطرح بها نفسها على خارطة عمل المجتمع المدني. للتواصل معنا راسلونا بأرائكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك from London/AMBTV، ولرعاية هذا البرنامج والإعلان به اتصلوا بنا على 0044-775-878-973 أو اكتبوا لنا على الإيميل من London@AMB-TV.com. طابت ليلتكم وإلى اللقاء.